وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الإعلامي الجزائري الأخضر بالريش في أحد التصريحات ديالو، سولوا على المباراة اللي غادي تجمع ما بين المغرب والجزائر، ودار واحد التصريح اللي كل واحد وكيفاش غادي يقراه. لكن انت كإعلامي كبير على قناة بين سبور كتقول بأن المباراة في متناول الجزائر، المغرب لا يخيفنا، نحن بطل إفريقيا، وتعطي مغالطات للجماهير، فهنا كتنقص من راسك انت كشخص. يقدر يقولها أحد الجماهير تكون عادية، لكن انت كإعلامي خصك تعطي الحقائق وتعرف بأن المغرب راه عقدة ديالك تفوق عليك في جميع الفئات السنية، خصوصا بأن المغرب أقوى فريق حاليا في البطولات العرب، فريق متجانس وكيمتلك مدرب كبير عنده تجربة كبيرة في مثل هذه التجمعات. يعني باش تقول بأن منتخب المغرب في متناولنا، فانت راك تتكلم على حامل البطولة العربية وحامل للبطولة الإفريقية للمحليين، فنتمنى أن الرد يكون عليك في الميدان. وليدات عمو إن شاء الله غادي يوريوك في متناولنا، وغادي نرجعوا لك الميساج من وراء الماتش إن شاء الله. نخليكم مع شنو قال الإعلامي الجزائري الأخضر بالريش. نتمنى تفعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. سلام، سلامة بنجاح يا خوي. سمعنا اخبار طيبه عليه، الحمد لله. اكيد انه لما تكلم بهذه الطريقه والابتسامه يعني هو الان ان شاء الله يكون خارج منطقه الخطر. اصابه مثل هذه هي تدخل في احتراف كره القدم، لكن اريد ان انوه انه ما شاء الله عليه، ربي يحفظه، لولا القوه البدنيه نتاعو بتدخل الشناوي الرياضي، لانه الشناوي لم يقصد هذا، ولكن هذا كانت لقطه في لقطه لاعب، كان لاعب اخر يمكن كان يحدث اكثر، أو يمكن أن تكون الإصابة أخطر. نقول إن شاء الله يا بغداد نتمنى رؤيتك قريبا مع المنتخب الجزائري وكذلك مع السد. أنت بطل الجزائر، أنت نجم الجزائر، وكرة القدم الجزائرية ما زالت تحتاجك لتكون أقوى وأقوى بإذن الله، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على أنك رجعت لنا بخير وترجع بسرعة بإذن الله. المنسق الإعلامي للمنتخب الجزائري سهيل بن عمر، لا سهيل بن عمر مراسلنا، عبود صالح بي عبود، اي مع لقاء مع سهيل بن عمر ومعاهم بعد اخضر بالريش اعتقد. شكرا. اذا نتوصل من هنا من مقر اقامه المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي قبل سويعات من انطلاق الدور ربع النهائي بطبيعه الحال ديربي عربي مغاربي بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. في المقابل المنتخب التونسي سيكون في حوار مع المنتخب العماني. على كل سعيد جدا باللمه الجزائريه كما نقولوا بدايه، وعلى يميني الكابتن مغاربيه ايضا، بدايه على يمين الكابتن الاخضر بالريش الاعلامي القدير ايضا الكابتن الاخضر بالريش، سعداء بهذه الاستضافه الكابتن الاخضر. انا اسعد، شكرا، اهلا بكم. وايضا على اليسار معي الملحق الاعلامي ايضا في صلب الاتحاد الجزائري لكره القدم السيد صالح بي عبود، ايضا سعداء بهذه الاستضافه. وانا كذلك سعيد. على كل كابتن الاخضر ننطلق مع تفاصيل وآخر الأخبار الخاصة بالمنتخب الجزائري من المصدر الرسمي. إذن هناك بعض التساؤلات حول الاحتراز بداية الذي قدم من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم حول الكرة التي اعتبرت خارج الميدان، هل هذا الخبر صحيح؟ أتحدث بطبيعة الحال عن مباراة المنتخب الجزائري المنتخب المصري. أولا أنا أؤكد لك أن لحد الآن ما كان حتى احتراز رسمي قام به الاتحاد الجزائري لكرة القدم. صحيح كان فيها كلام حول هذا الموضوع لان الكل العام الخاص تابع اللقطه هذيك، ولكن احنا نعرفوا قوانين المنافسه وقوانين الفيفا تقول بلي كل القرارات التحكيميه لا رجوع فيها، هي قرارات نهائيه، ولهذا يعني بالنسبه الى الاتحاد الجزائري ما هي الا اشاعه، ولحد الان ما كان حتى احتراز او شكوى رسميه قدمت للاتحاد الدولي او لمنظمي هذه الدوره. وضعية إذن اللاعب أيضا نتحدث حوله، وضعية اللاعب بغداد بونجاح إذن في المباراة القادمة مع المنتخب المغربي، ما الجديد في خصوص هذا الموضوع؟ والله بالنسبة للمشاركة هو اليوم ما تدربش، يعني إجازة من طرف الطاقم الطبي. الحالة الصحية الحمد لله درنا معه حوار منذ سويعة، هو في صحة جيدة. صحيح هو كان اصطدام قوي عنيف مع الحارس الشناوي، ولكن الفحوصات التي يعني كل الامور اللي قام بها في المستشفى الحمد لله يعني ما لا تدل على حتى خطوره،
اما المشاركه نتاعو هذا امر يعني يتعلق بالطاقم الطبي والطاقم التقني، وهو حسب اقواله هو جاهز وحاب وراغب يشارك في المقابله هذه، لانك تعرف طبع المقابله هذه ودور الربع النهائي كل لاعبين حابين يعني يشاركوا في المقابله هذه. على كل أمر مباشرة إلى الزميل الإعلامي الأخضر بالريش، المنتخب الجزائري هل أقنع من حيث الأداء؟ هل حقق المطلوب إلى حدود هذا التوقيت؟ مباراة هامة جدا في الدور ربع النهائي أمام المنتخب المغربي، يعني قراءتك الشخصية لما قدمه المنتخب الجزائري إلى حدود هذا التوقيت؟ صراحة المنتخب كان في المستوى، قدم مباريات كبيرة، منتخب شاب أمامه مستقبل كبير. نحن نعرف في المواجهات شمال إفريقيا والمغرب العربي يكون فيها دائما ضغوطات كبيرة خارجية وداخلية، خاصة المباراة التي تجمع المنتخبين الشقيقين الجزائري والمصري. المباراة كانت نظيفة، كان فيها فير بلاي كبير جدا، حتى أن المتابعين لهذه المباراة يقولون بأنها من أفضل المباريات، خاصة من حيث الندية، تنافس القوة، حتى التكتيك. شاهدت كثير من اللاعبين المصريين كانوا في المدرجات أشادوا بهذه المباراة بالروح التنافسية، لكن في حدود رياضية، لم نشاهد مشاكل كبيرة رغم الإصابات، رغم البطاقات التي أشارها الحكم. ربما المنتخب الجزائري كان يمكن أن يحقق نتيجة أفضل لو عرف كيف يستغل الشوط الأول، لأنه كان أقوى كثيرا على المنتخب المصري. الأخطاء طبعا هي واردة حتى من التحكيم، المنتخب لم يستفيد كثيرا من التحكيم عكس ربما المنتخب المصري، لكن هي مباراة، والمنتخب الجزائري كان متأهل قبل هذه المباراة. المنتخب المغربي ليس بالمنتخب الذي يخيف الجزائريين أو الذي ربما المنتخب الجزائري لا يجد حلول أمامه، بالعكس هو منتخب في متناول المنتخب الجزائري. والمباراة أنا أعتبر أن هذه المباراة ستكون أيضا مباراة أشقاء، لا نريد أن نرفع من الضغوطات على اللاعبين، لكن المؤكد هو أن المباراة ستكون كبيرة، ستكون نهائي قبل الأوان. نتمنى أن لا تدخل فيها اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الرياضية، وأن نبقى أشقاء على الملعب ونعطي صورة صادقة للروح الرياضية في العالم العربي. شكرا جزيلا الكابتن الأخضر بالريش الإعلامي القدير والزميل على التواجد معنا عبر قنوات الكاس الرياضية. إذا كلمة أخيرة، الجديد في المنتخب الجزائري قبل سويعات؟ هو الجديد هو عن اليوم كانت حصة تدريبية خصت اللاعبين اللي ما شاركوش البارحة في اللقاء، أما اللاعبين اللي شاركوا بقوا هنا في الفندق وتدربوا على حدة استرجاع، والحمد لله يعني الامور تبدا غدا ان شاء الله في الحصه التدريبيه، وين يكونوا كل اللاعبين لبدايه تحضير لقاء ضد الفريق المغربي. شكرا جزيلا. اذا كان معنا الكابتن صالح باي عبود الملحق الصحفي وايضا الزميل الاعلامي الاخضر بالريش، تفضل لكم الكلمه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوني الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد، وديما مغرب.